يمكن الشخص نسي يكتب اسمه ورقمه، أكيد هو نسي يحطهم، ولهيك شو ذنبه هذا المسكين اللي واقف؟ وين بده يدور على صاحبه بالاحتفال؟ يلا خديه منه. إذا ما بدك تاخديه لروح. لوين رايح؟ استنى طول بالك، عطيه الطرد اللي جايب لها معك للمدام. هات. بس ثانية، تفضل. احتفال سعيد. شكرا لك. لوين رايحة ما تفتحي؟ هالطرد لإلي ما هيك؟ أنا قصدي ليش بدك يعني افتحه؟ لا مو هيك، بس شو في بركي حدا بعت لك هدية بالاحتفال مثلا. وشو عرفك إنه هي هدية؟ هو يعني الناس بالعادة بيبعتوا هدايا لبعض بالاحتفال للقرايبين والرفقات، لهيك فكرت هدية، بما أنها مغلفة ومشكلتي إني بحب أفتح الهدايا أول ما توصل، مشان هيك يلا نيها افتحيها لنشوفها. ألو شيفالي، أنت بعتي لي هاي الهدية ما هيك؟ شكراً كتير إليك. لك مو شيفالي أنا. بعرف هالشي، أنت اللي بعتت صح؟ لأنه كتير قلال الناس بحياتي يلي بيهدوني، لو عمه وخالته كانوا عطوني الهدية بإيدهم. وفي شيفالي كانت دقت لي ألف مرة بس لتسألني وصلت الهدية ولا لسه؟ وأنت كمان منهم، لهيك عرفت إنه الهدية منك صح؟ اليوم الاحتفال لهالسبب جبت لي هيك هدية حلوة. شكراً، بس لو سمحت لا عاد تصرف مصاريك لتشتري هدايا. على فكرة الهدية حلوة، حبيتها كتير. يسلموا.